السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمله مخبوزات بالجبنة وباللحمة المفرومة، إن شاء الله هتعجبكم قوي. معلقة خل، معلقتين سكر، 6 معالق زيت، معانا معلقتين كبار خميرة، 4 كوبايات لبن، بس اللبن بتاعنا يكون دافي. وأهم حاجة بقى متنسوناش بالأكل كتير. ومعانا 1.5 كيلو دقيق. زي ما انتوا شايفين كده هننزله باللبن. لو انتوا مش عايزين تحطوا كله لبن، حطوا 2 كوباية لبن و2 كوباية مية. بس عشان انا عيالي ما بيشربوش اللبن وكده، بحب اعمل كل حاجة باللبن. يعني انتوا شايفين كده نزلنا بالخل وبالخميرة والسكر معانا برضو، ومعانا الزيت. زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا الدقيق، معانا دي 1/2 معلقة ملح، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، يعني بالظبط من معلقة الشاي. زي ما انتوا شايفين كده هننزله بالدقيق، ننزله حبة الدقيق، وبعدها نحط الملح والبيكنج باودر. اهو زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجة تعجنوها كويس. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت على الارض عشان ما بعرفش اعجن على الرخامة، بس حطيت الصينية زي ما انتوا شايفين عشان ما بحبش ابهدل الدنيا. بس انت بقى اللي بتفضلي الدقيق، بس اهم حاجة تعجنوها كويس. هتقولي ليه عاملة كمية كبيرة كده؟ عشان انا بدي منها لحماتي وبحط منها في الفريزر. بس انت بقى اليومين دول بتروح الدرس، بتروحي درس القرآن، وبعدها بتطلع من درس القرآن على درس الدروس التانية وكده. طبعا بعمل لها الحاجات دي وبحطها لها في الشنطة بتاعتها وتاكل منها، مبحبهاش تشتري اي حاجة من بره. وانتوا برضو اعملوا لأولادكوا كده. واليومين دول بقى عشان كورونا كمان بخاف عليها جدا، حتى العصير والمية بديها لها في الشنطة بتاعتها وهي رايحة الدرس. زي ما انتوا شايفين كده العجينة لسه معانا طريح، ومش هنحط لبن تاني ولا لبن ولا مية، هي العجينة بتاعتنا هتبقى مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده تعجنوها كويس. اهم حاجة العجين لو عجنتوه كويس بيطلع النتيجة ممتازة. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله، شايفين بقى طرية ازاي. العجينة بتاعتنا عجناها كويس قوي بالظبط لمدة 10 دقايق. انا محطيتش اي حاجة خالص، ولا حطيت لبن ولا حطيت دقيق تاني، هي ما حطيتش اي حاجه خالص. هي العجينه ايه لمت ازاي زي ما انتوا شايفين كده. يكون معانا حاجه نظيفه ونحطوها فيها بالظبط، نسيبوها ترتاح لمده ساعه، نحط على وشها حبه زيت عشان بس وشها ما ينشفش، ونغطيها بأي كيس نضيف عندنا. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعتنا اختمرت ازاي،
وترفع حجمها ازاي بالظبط. انا سبتها لمدة ساعة زي ما انتوا شايفين بقى كده، انا عملوها كور متناسبة، يعني الكرة بتاعتنا ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة، هتكون متوسطة بالشكل ده. اعمل كمان واحدة قدامكو، بصوا الجمال. بص بقى معلقة الخل اعطاها ملمس ناعم وجميل ازاي، ما انتوا شايفين كده. هنخلصوا الكمية اللي قدامنا وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده احنا خلصناها كده نص. عملوا صينيتين معانا ازاي، بص الجمال. معانا بقى حبة دقيق كده نحطهم عشان العجينة بتاعتنا ما تلزقش في الحاجة اللي بنخبزه عليها. عايزين بدل ما تحطوا دقيق ممكن تحطوا زيت، بلاش مش عايزاكم تحطوا زيت، تحطوا دقيق احسن عشان الزيت بينشف المعجنات بتاعتنا. معانا هنا جبنة موتزاريلا هنحطها في الاطراف بالشكل ده ونقفله على كويس. اهم حاجه تقفلها كويس عشان الجبنه لما تسيح ما تبهدلش الصينيه بتاعتكم انتوا بتخبزوا، لو ساحت الصينيه هتتحرق. وهنقفله بالجنب التاني برضك. بصوا الجمال، انزلوا بقى اعملوا لايك بقى. ومعانا هنا لحمة مفرومة، اكيد انتوا عارفين العصاك بيستوي ازاي. لو مش عارفين العصاك بيستوي ازاي خشوا على الفيديو بتاع الرقاق باللحمة وانتوا هتعرفوا العصاك بيستوي ازاي. بس انا مش هطول عليكم، انا عملت العصاك زي ما انتوا شايفين كده، نقفله الطرف ده بس تعلو قوي عشان الجبنة لما نحطوها ما تسحش. بصوا الجمال شكلها حلو ازاي. هنحط جبن تاني، وهنحط جبنة تركي، على قد ما تقدروا حطوا جبن كتير، الجبن اللي بتدي طعم حلو للمخبوزات. اعمل لكم كمان واحده برضك، انتوا شايفين انا فردتها بالشكل ده، هنحطه في الاطراف برضك. بصوا الجمال، احنا هنعمل دي بالجبنة بقى. انا عملت الاولانية باللحمة المفرومة، اعملكوا دي بالجبنة. اللي بيقول الجبنة بقى بتمطش، شوف الحد، شوف الفيديو لحد الاخر وهتشوفي بقى الجبنة بتمط ازاي. زي ما انتوا شايفين كده ترفعوا الطرف ده والطرف التاني. بصوا الجمال، هنعمل دي بقى المطبقة، بطبقها هنحطه زيت بالشكل ده، فردناه هنحطه زيت هتطبقه كده. بس انا هحط جبنة، لو انتوا عايزين تحطوا جبنة ممكن اول ما تطلع تحشيها جبنة بقى. ان شاء الله اعمل لكم في فيديو تاني اعمل لكم
المطبقة دي تبقى جميلة قوي. ممكن تحطها كده، بس انا هحط جبنة تاني برضو. اما انتوا شايفين بص الجمال يا جماله، هتقفلوا الطرف ده عشان الجبنة لو ساحت. بص بقى الفتحات دي عاملة ازاي. ممكن اول ما تطلع بقى ما تحشوها، لو انتوا مش عايزين تحشوها اول ما تطلع تحشوها بقى، تبقى شكلها جميل جدا. زي ما انتوا شايفين بقى احنا خلصنا الكمية اللي معانا. معانا صفار بيضة وحطينا عليها ذرة ملح على ذرة سكر ونص معلقة خل عشان الزفارة، ومعانا هنا حطينا فلفل ألوان. بصوا الجمال يا جماله، وكفاية ريحتها بقى لما كنت بخبزها، كفاية ريحتها كانت جميلة جدا. وحطينا هنا فلفل ألوان، لو انتوش عندكم فلفل ألوان مش مشكلة ما تحطوش. الكمية دي عاملة صينيتين ازاي، بس الجمال. اهم حاجة بقى تخبزوها على درجة حرارة 200، بكون ولعين بس من تحت. اول ما تستوي من تحت ولعوا الشواية من فوق. بصوا بقى بصوا الجمال، شكلها بجد وكفاية طعمها جميلة. بصوا جاي بصوا بقى، شايفين الجبنة بتمط ازاي؟ اللي بيقول الجبنة ما بتمطش، بصوا بقى انزلوا اعملوا لايك بقى. ودي بقى باللحمة المفرومة، كانت سخنة جدا كنتش عارفة امسكها اصلا. جماله، اهم حاجة بقى متنسوناش باللايك الكتير والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. اسيبكم في رعاية الله.